اخر اخر مره خلاص حرام راح صوتهم اخر مره بحكي. ايوه يا عيني يا عيني سمعوني الكابتن فرقه الضحك وناس. اسمع الكابتن كابتن كاب حطينا موسيقى نرحب بفرقه الضحك وناس. بدي توقفوا توقفوا كلكم معاي يلا نوقف 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 بدي ننط نزقف نفرح مع فرقه الضحك وناس. يلا ايدينا بالعالي بالزقفه. خير للجميع، سنة خير وبركة ومحبة علينا وعليكم. تجهيزاتنا ترتيباتنا معنوياتنا عالية جدا بافتتاح السنة الدراسية. استقبالنا لطلابنا لمعلميننا كان رائع. فعالياتنا في بداية اليوم وبداية السنة كانوا تمام. احنا حضرنا خلال عطلة الصيفية لهذا اليوم للافتتاح يكون بشكل مرتب. فعالية صباحية استقبلنا فيها جميع الطلاب المدرسة. ابتسامة الطلاب ابتسامة المعلمين في اليوم الأول كانوا رائعين ومعنوياتنا عالية لافتتاح هاي السنة. وإن شاء الله ربنا يكمل الأيام اللي جاية علينا بخير ومحبة وبركة. طبعا كان هناك في تخبط بالنسبة لافتتاح السنة الدراسية، ولكن داخليا كنا على يقين أنه وزارة المالية ونقابة المعلمين مين راح يصلوا لاتفاق، ومبين انه بعدنا مش عارفين تفاصيل الاتفاق، ولكن الاتفاق تم التوقيع عليه. واحنا من ناحيتنا كنا ثقة بنقابة المعلمين بتمثيلها لطاقم وكوادر المعلمين في المدارس، وإحنا جاهزيتنا وترتيبنا لهذا اليوم كان بدون أي علاقة للإضراب مرتب وجاهز، وكنا على استعداد تام لاستقبال هذا استقبال طلابنا باليوم الأول. هو حقيقة إحنا مش عارفين تفاصيل الاتفاق، ولكن أعتقد إنه نقابة المعلمين عملت المستحيل للحصول على اتفاق اللي ممكن يدعم المعلمين ويعطيهم دافعية للعمل خلال السنة الدراسية. إحنا عندنا ثقة بنقابة المعلمين متأمل إنه الاتفاق يكون بتفاصيله ممتاز. طبعاً بعد عطلة شهرين تقريباً معنويات عالية عند المعلمين عند الطلاب، الدافعية للتعلم ابتسامة الطلاب الصباحية بتدل على الدافعية والإقبال الرائع لطلابنا على المدرسة. معلمينا من ساعات الصباح الباكر استقبلوا طلابهم برحابة صدر بفرحة، دخلوا للصفوف ضمن فعالية الحصة الأولى والثانية مع المربين للتعارف وتحضير وتخطيط النقاط الأولى والخطوات الأولى للصفوف وفعالية المربي مع صفوفه والأشياء اللي احنا بدنا إياها من طلابنا لهذه السنة الدراسية.